الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فحار التعازي الألم صدقا وحقا وديانة لمصر الحبيبة ورئيسها ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها ولشعبها ولقداسة الأنبا كوادروس بابا مصر وبطريرك الكنيسة المرقسية وسائر المصريين لا سيما ذوي الضحايا وأهليهم. وأستأذنك وأستأذن الحاضرين أنني في هذه الليلة سأتكلم بصفتي مصريا. كنت في السابق أراعي كوني محبا لمصر ولكني لست من هذا البلد، أما في هذه الليلة فسأتكلم بصفتي مصريا لسببين أساسيين يضافان إلى المحبة التي لا تخفى والتي يعلم الله مداها. السبب الأول وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا فيهم نسبا وصهرا. وعلى أن جدتنا هاجر من مصر فهم أخوالنا. لكن السبب الثاني أن ما يجري الآن في مصر سيترتب عليه مستقبل المنطقة كلها. الذي يجري في مصر اليوم لا يقتصر على مصر وحدها، بل هو أمر يتعلق به مصير ومستقبل المنطقة كلها، لأن مصر اليوم هي رأس حربة معركة الدفاع عن وجودنا وبقائنا. وإذا تكلمنا عما يتعلق بمصر ومعالجة هذا الداء العضال الذي هو كالسرطان دب فينا، فنحن نتكلم عن إنقاذ العراق من هذا الداء، وإنقاذ سوريا من هذا الداء، وإنقاذ ليبيا من هذا الداء، وإنقاذ اليمن من هذا الداء. نحن نتكلم عن إنقاذ المنطقة كلها من خلال مصر. فلهذا أنا أستاذنكم سأتكلم الليلة بصفتي مصريا. أنا دائما أتعامل مع حضرتك على أنك مصري أكثر منا. يعني سيدي حضرتك، انت حضرتك عملت هاشتاج امبارح؟ نعم، مصر محفوظة. مصر محفوظة، وده الهاشتاج بتاعنا النهاردة. بنتبنى الهاشتاج اللي طرحه سيدي الحبيب: مصر محفوظة ان شاء الله. مصر محفوظة الهاشتاج معانا على الشاشة يا شباب. طيب حضرتك قلت امبارح في صفحتك: في العراق جعلوها سني وشيعي ويزيدي وعربي وكردي، وفي اليمن شافعي وزيدي، ولن ينجحوا أن يجعلوها في مصر مسلم ومسيحي. من هم الذين يجعلوها؟ مين دول؟ كثيرون أعداء من الداخل ومن الخارج، وألد أعداء الداخل تقصيرنا وجهلنا وقابليتنا لمثل هذا، وأعداء الخارج من هم منذ القرن أو أكثر وهم يلعبون بهذا الأمر، بل أكثر من قرن. ونحن للأسف لا نقرأ التاريخ ولا نقرأ كتابات المستشرقين أنفسهم ولا حتى مؤرخي الشرق والغرب أنفسهم. إلى عصرنا هذا لما حصل الهجوم على الكنائس بعد 30/6 سمعنا عدد من القيادات الشرقية والغربية تقول أننا مستعدين نقدم الحماية للمسيحيين في مصر، ولكن كانت وقفة البابا تواضروس الجادة الشجاعة هي التي أسكتت هذا التخرص، وقال لهم: لو أحرقت جميع الكنائس لصلينا في المساجد مع إخوتنا المسلمين. الاحتلال الفرنسي عندما دخل إلى سوريا دخل بذريعة حماية المسيحيين، فقام مسيحيو الشام ورفضوا هذا، وقام الأستاذ فارس الخوري أمام الفرنسيين وقال: أنتم دخلتم بذريعة حمايتنا، ونحن نقول لكم أن إخوتنا من المسلمين هم الذين يحموننا. في أيام محمد علي باشا أرادت الإمبراطورية القيصرية أن تمد لها يدا إلى مصر، ومن ثم بعد ذلك إلى البحر المتوسط، فأرسلت من يعرض الحماية على بابا الأرثوذكس الأقباط على اعتبار أنهم من عقيدة واحدة أرثوذكس، فرفض هذا التدخل. فما من يعني لعبة حصلت في المنطقة لإثارة الفتنة إلا وكان التقسيم الإثني الطائفي هو على رأسها. في العراق كما قرأت أنت سنة شيعة يزيدية، ومن ناحية العرق عرب أكراد. في سوريا سنة نصيرية، وحاولوا في اليمن وهم لا يزالون يحاولون في اليمن أن يجعلوها سنية زيدية أو شافعية زيدية هاشمية قحطانية،
ويحاولون في المغرب العربي أو في منطقة المغرب دول المغرب ككل أن يجعلوها أمازيغية عربية، يحاولون، لا نقول أنهم نجحوا. وإذا جاءوا إلى مصر ماذا سيقولون؟ يعني كما قال بعض الإعلاميين أهلي وزمالك حتى يفرقوا، سيقولون مسلمين ومسيحيين، وهذا ليس بجديد. فنعم هناك مؤامرة من الداخل فيها من يريد أن يعبث بالبلد، وصرح أحد سفهائهم وهو يقول الناس تقول يعني أحسن نكون مثل سوريا والعراق، وأنا أقول يا رب اجعلنا كمثل سوريا والعراق. يعني المسألة صريحة من الداخل، ومن الخارج لا شك أن هناك دول كادت لمصر وأرادت لها الفتنة. ولاحظنا هذا مباشرة بعد 30/6، لاحظنا الحصار الاقتصادي، لاحظنا القوانين التي تمنع مد مصر بما تحتاج إليه من حقوقها بما في ذلك السياسة.